ما كان اكو اي نقطه يعني معلقه بين الطرفين او فتشي يعني احنا مختلفين عليها، كلها كنا متفقين على كل شيء. فكنا نتصور حتى يعني احنا يعني اقترحنا بانه كمبادره كحسن النيه يعني رئيس الوزراء يعلن افتتاح المطارات، لان ما كان في اي نقطه يعني معلقه. ولكن مع الاسف مثل ما افتهمنا وكنا نعرف من البدايه بانه هالقرار 100% سياسي. اما نجي على فتره نفاذ خلينا نقول القرار، فاني حسب توقعاتي يعني شو وقت ما تغير الاوضاع السياسيه حتما راح يتغير هالقرار. طبعا لحد اليوم هسه صار 5 أشهر على منع الرحلات الدولية من مطار أربيل والسليمانية. فلحد الآن مطار أربيل، أنا دا أحكي عن مطار أربيل، يعني كلش بصعوبة بدون أي عائدات، دا مستمرين بالشغل وتقديم الخدمات طبعا للمتبقين أو بالأحرى للخطوط الجوية العراقية. ولكن كل الدنيا يعرفون بأنه تشغيل المطارات مو شغلة سهلة، وبدون وجود ميزانية أو مالية كافية إحنا ما نقدر يعني نستمر بهاي الشغل. فإحنا نشوفه كل ضروري بأنه الحكومة يسوي إعادة نظر بمسألة تشغيل المطار، هل إحنا يعني نقدر نستمر تشغيل المطار مثل ما كان، أو يعني نضطر بأنه يعني نتوقف.